في السلطات العليا في تيكزالك هذه اللي هي المؤسسة عندها المطالب نتاعنا، لكن ما جيناش استجابة. والعمال راه ملونا من الشهر اللي فات، الناس راها مقبلة على رمضان ومقبلة على في مرض كما هذا اللي رانا فيه، والناس راه ليها شهر ما سلكتش، وعندنا مطالب وعندنا وعندنا من بين المطالب عندنا كما نقولوا مستحقات تاع عمال اللي راه ما دفعتناش. وحنا هنا كي رانا نهضروا، حنا ما نهضروا كعمال، راه اي عامل من هذو العمال تقدر تتكلم معاه يهضر اكثر مني واحسن مني واعلم مني. لان المؤسسه من كانت تجيب 18 طن بار جور عاد تجيب في 500 بار جور. هنا المؤسسه تاع في البار راها يعني خلصت، راها في الانعاش. العمال هذو من الحقره والتهميش والمساومات ما كانش يخدم مع ناس وناس ما يخدمش، راهم هنا عمال ومسؤولين تاع الانتاج وكل راهم هنا البار. الوالي هذا رانا نروح لمفتش العمل، راه يقول لنا رانا نراسل في المفتش الولائي هذا راه يقول لنا نراسلوا في الوالي اللي ما تحركش، سياده الوالي لا كانت اللي ما تحركش، احنا راهم يقولوا لنا هو اللي ما جاش. احنا رانا نوجهوا لك في الخطاب نتاعنا ليك مباشره، احنا راه عندنا مطالب وهاي عند السلطات اللي معاك، هذا السبريفي هذا المير، هذه الناس هنا الاعيان تاع البلاد هذو كل على بالهم بالمطالب نتاعنا، الاخر منهم تقدر تقول له اعطيني المطالب تاع العمال.